انا خليفه ابو فتح رئيس جمعيه ممولين وعضو في الفيدراليه الوطنيه، ونهضر على الممولين والفلاحين، نهضر على الممولين خاصين ولايه ولاد جلال. نعانوا من الشعير مطروح نخزروا فيه وما تمدلناش، تمدلنا خطره واحده وهو مطروح اللي كتهز زايله وهي تستنى فيه نتمدلها. هذا السياسه البعيده هذه اللي خلات الثروه الحيوانيه تروح، ماذا بينا يدخلوا لها من دام كاين موجود يعطوه لها. المشكل في الاداره، او كنت تحدث نقول لك القانون داروا الوزير، اودي هو الوزير يديرك 3 شهور ما تلحقش الداله للمواله. اسمع، لا احنا جهتنا احنا خير منكم، انتم انتوا جلفاكم رايحين فيها طول. احنا نهزوها على 6 شهور. 6 شهور تكملنا. اليوم هذا شعير مطروح وما يمدونيش، هاكتوني حييني اليوم وقتلني قدوه. النخاله اللي هي معروفه عالميا وموجوده بكثره وتكفي الجزائريين، خير الجزائر اللي فيها يكفيها. بصح اليوم ماذا البجنازي يجيبها ويبيع عليك ب 500,000. لماذا؟ وش خسر عليها؟ راهي راحت الثروه الحيوانيه مش غير في ولاد جلال، راحت في كل ولايه. انا راني موال ونسقد. نسقد ونمشي، راحت في كل ولايه. لماذا؟ الناس يحضروا للحاضر. احنا راهم يقولوا دعموا كذا ودعم، انا دعمني اليوم بهذا الرزق اللي موجود. وخذوا يفرج ربي. اليوم ماذا هذه الاحتكارات هذه؟ وسامع بها كل مسؤول وما لقيناش الحلول. الحل لازم يكون حل، باه يعودوا الجزائريين عندهم ثقه في دولتهم. حتى حاملين مشعل الثروه الحيوانيه، حاملين مشعل الناس اللي تسب في الدوله الجزائريه، ما ناش قادرين يسبوها. ان فيها رجال واقفين. ماذا بينا هذا الفكره هذه توصل رئيس الجمهوريه ويديرنا حلول مع المدارة ومع المعنيين. الرحوات راهم يمدوا للنخاله للبزناز ويديروا له لها فاتوره ب 180,000، وهو يبيع لنا ب 500. ماشي يبيع فهمت؟